يلا يا واد. يلا سيبيني اعتمد على نفسي بقى في مره. امشي. مورينا ست الكل، اهلا وسهلا منورين، اتفضلي. اهلا بيك. احنا عايزين نشتري لعلي هدوم جديده وتبقى حلوه كده عليه. لا عسل علي طبعا، عينينا حاضر، لا نشوف له حاجه حلوه. اتفضلي. شوفي ده بقى. قيس كده يا علي، فرجنا بقى. حلو قوي. فرجنا. قيس يا علي. ثواني. فرجنا يا ريس. منورانا يا مدام، اهلا وسهلا. جاي لي تشكيله تركي كمان اسبوع. لا بس تركي تركي، مش اللي هو المدبلج ده. ربنا يبارك. ربنا يخليك يا ست الكل. ايه لا شوف انا فنان والله العظيم، شوف ايه التلبيس ده، انت انا عمري ما لبست التلبيس ده. لف كده يا علي. زي العسل. بس ده مقاسه قوي. ما انا بقول لحضرتك فنان، مقاسه مظبوط. لا انا عايزاه اوسع سنه، مرحرح كده. حضرتك هتحب المرح. ما لا تفضلوا بقى حضراتكم في قسم المرحرح بقى وخدوا راحتكم بقى، نورتونا. اهلا وسهلا ازيك يا علي، اتفضل. ايه ده يا ماما؟ ده واسع قوي. حلو، لما يتغسل هيكش ويبقى مقاسك. يا ماما لو كش هيبقى وحش. يا ودي خامته حلوه، غير الحاجات الخايبه اللي انت بتروح تجيبها ويضحك عليك فيها. ايه ده يا ماما؟ ده يا ماما انا كده بقيت صياد. وماله صياد؟ الصيد بيعلم الصبر. بقول لحضرتك مفيش حاجه عليها القيمه. ايه ده يا ماما؟ ده يا ماما انا كده بقيت طيار. بكره تكبر وتطير، مفيش حاجه مرحرحه كده. ايه ده يا ماما؟ انا كده بقيت بلياتشو. وهو انت الطول تبقى بلياتشو؟ ده حتى الضحك بقى نادر اليومين دول. ده فال حلو، بكره تكبر وتحج. حلوين قوي يا ماما. ايوه يا استاذ. است الكل. ها يقطعوا كام بقى ان شاء الله دول؟ خدنا دول. لا دوبهم في عرق العافيه. كده 600 جنيه، وعشان حضرتك اول مره تنورينا يبقى 585 جنيه. 85. لا 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 يعني ملفش الكلام ده، معلش معلش، لا نسيب الحاجه بقى ونتكل على الله، نورتينا. 90. لا ماما، هو انا حرامي؟ لا معلش، انت بتنقصي 500 جنيه من الحاجه. لا يا علي، يا علي ما انا لما احط 500 جنيه ازود 500 جنيه على الحاجه يبقى انا حرامي يا علي. ايوه صح ماما. ارجوكي ارجوكي ما تكسفينيش قدام الناس. اسكت انت. 95 يا ستي الكل. انا مش فاهم انت متخيلاني كحرامي. لا لو انا حرامي قدامك قولي. يعني انا ايه؟ انا لابس فانيلا مخططه، حرامي بامانه قوليها لي. 95 وهجيب لك الثلاثه ولادي التانيين يشتروا من عندك، انا عندي ثلاثه غيره. صدقي بالله سنه 92 جات لي واحده في هيئه حضرتك كده معاها ايوه بالحلاوه دي، وقالت لي نفس الكلام ده هو من زمن الاوبليتات، وما شفتهاش لحد النهارده. 100 يا ستي الكل. انت ليه بتعاملي الخمسة جنيه بتعظيم كده؟ انت بتزيدي خمسة 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 كأنه يعني المبلغ وقش وشويات. شكلك مش عايز تبيع بجد. لا لا معلش بقى، يبقى ثانية واحدة. أيوة محمد أنا حرامي يا محمد. أنا بص يا محمد، لو أنا حرامي أقوم دخل بيتي هنا قرش حرام وأزود على الحاجة دي 500 جنيه، أقسم بالله تروح تجيب البلدوزر تقف على أول الشارع وتشيل البيت وتهده باللي فيه. استريحتي يا هانم؟ استريحتي؟ هقول لك على حاجة. أمريني. أنت مش عايز تبيع بجد. خش على البيت يا محمد. شيل يا محمد بالبلدوز عمارة 9، وشيل العمارة بتاع أستاذ جمال اللي جنبي ده عشان سخيف وأنا خلقي بقى في رقبتي. خش يا محمد. خلاص يا هانم، أنت عايز مننا إيه تاني؟ 105. مش هتبيع ب 105؟ هاخد الواد ونروح نشتري من حتة تانية. إيه يا علي؟ إيه يا علي ما تبقى تيجي تشتري لوحدك يا علي، أنت بتتعب معاك ماما ليه وبتتعبنا كلنا؟ خلاص يا علي، هو مش عايز يبيع. يلا نمشي. يلا المحل نخش. يلا يا حبيبي. يا ستي الكل استهدي بالله بقى. 110 يمشي معاكي؟ 100. انت مش كنت قلت 105 واحنا واقفين؟ انت بتنزلي تاني ليه؟ من غير الشرابات. 110 في الشرابات. وعليهم فانيلا بحمالات. 120 بالفانيلا من غير الحمالات، انا هحتاج الحمالات دي في اي حاجه. 120 بالفانيلا الحمالات وبتيشيرت. تمام. تين. ايه اللي تين؟ تيشيرتين. ايه يا حاج ما تاخدي روحي ما تصفيني احسن؟ ما تاخدي الواد اللي واقف على التيشيرت، خدي الحاجه كلها. ما ايه يا علي؟ ما تيجي تشتري لوحدك يا علي، بتتعب ماما معاك ليه؟ ما تتعبش ماما، نورتينا يا ماما، نورتينا. الف لك الحاجه دي، احط لك معاها لابتوب هديه. لا ما تنساش بس الطاقيه. حاضر يا حاج. طايح. تسلم. ايش يا حاج تأمري؟ نور علي. شكرا يا عمو. الست دي امي. اتنيل، لو ما كنتش معايا كنت جبت الحاجات بقى اقل من كده. مش عارفه يا علي،
حاسه ان انا اتضحك عليا والنعمه.